اليوم فقدنا واحد الفنان كبير وعظيم اللي حبوه المغاربه من صغرهم، الفنان حمادي عمور، اللي كيف ما تتنادي الاسره الصغيره تاع بابا عمور. بابا عمور اللي كان الاب والجد والمربي والاستاذ وجميع الصفات الحسنه مجموعه فيه، فقدناه وتالمنا عليه، والله يرحمه والله يوسع عليه والله يصبرنا ويصبر جميع المغاربه ان شاء الله، وانا لله وانا اليه راجعون. تنتاسفوا للغياب ديال الفنانين والزملاء ديالو اللي ما حضروش الجنازه ديالو، ربما الظروف القاهره اللي الناس يعرفوها كاملين اللي هي الظروف ديال هذه الجائحه هذه، الله يرفع عنا هذا الوباء هذا، والانسان يترحم عليه من بعيد ولا من قريب، وهذا حال الدنيا كنا لها، وانا لله وانا اليه راجعون. الله يرحم بابا عمور، الله يوسع عليه في هذا النار، الله يجعلهم اهل الجنه ان شاء الله. واش غنقول لكم، ما كانش جدنا، كان الاب ديالنا، الصديق ديالنا، الحبيب ديالنا، الكل في الكل في هذه الحياه، ضعناه فيه ولكن ماشي خساره في سيدي ربي، اللهم لك الحمد والشكر. اش غنقول لكم، كان في صحة جيدة، ماشي طريح الفراش كيف كانوا كتبوا عليه، متمسك بالحياة، دوز معنا واحد العيد في أحسن الأحوال، النهار كله كيغني معنا، كيضحك، الأجواء ديال العيد، العائلة كلها مجموعة، حتى البارح في الصباح اللي عاد وقع اللي وقع، ودينا لا كلينيك وهناك باش 12 الليل توفى. أنا دوزت معاه واحد الليلة الأخيرة البارح، كان مزيان الحمد لله، كيهضر معنا، كيتجاوب معنا، كلشي، ما تقبلناش الموت صراحة الله، لأن علاش ما تقبلناهاش؟ حيت حتى في لاكلينيك الحمد لله قالوا لنا راه الصحة الحمد لله تقدر تحسن، تقدر 12 اللي تفاجؤونا بالخبر ديال الموت، يعني صراحة ما تقبلناهاش، ولكن اللهم لك الحمد، الحمد لله، ربي بغاه مع الإنسان ما يدير. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.